وللمزيد حول تداعيات مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده ينضم إلينا نوري حمزة الكاتب الصحفي الأحوازي عبر سكايب من ستوكهولم. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ نوري، حرب الاغتيالات تضع إيران في موقف ضعيف في خضم صراعها لحماية مطامعها الإقليمية، كيف ترى عملية اغتيال العالم النووي محسن زاده، وإلى أي مدى تعد اختراقا للمنظومة الأمنية الإيرانية؟ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده وكذلك قبله عدد من العلماء النوويين، زائد ذلك انتقال أو نقل المزيد عدد كبير من المستندات النووية الإيرانية من قلب طهران إلى خارج البلاد إلى إسرائيل، أداة تدل على شيء بأبسط الأحوال، تدل على هشاشة الوضع الأمني الإيراني. منذ سنوات تحدث مسؤولون إسرائيليون أن هناك عدد كبير بالآلاف من قوات الحرس الثوري تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، وكتبها أحد المسؤولين خلال تغريدة في تويتر، قال هناك الآلاف من الضباط الإيرانيين يعملون لصالح إسرائيل وعلى خامنئي أن يبحث عليهم، ربما يحصل على بعض العدد من هؤلاء. ولكن يبدو أن مخابرات إيران، مخابرات الحرس الثوري والجيش ووزارة الاستخبارات كلها لم تفلح في هذه المهمة حتى الآن، حيث أدت هذه العمليات إلى اغتيال العالم النووي الإيراني الشهير التي يلقب بأب القنبلة النووية الإيرانية، والذي كان يعمل عليها منذ سنوات وجاء اسمه في تقارير إسرائيلية وتقارير أممية قبل ذلك. المرشد الإيراني خامنئي دعا إلى معاقبة مرتكبي عملية اغتيال فخري زاده ومن يقف وراءها، ما هي الأوراق التي يملكها لمعاقبة مرتكبي الحادث مع العلم أنه اتهم الكيان الصهيوني تحديدا؟ لا أظن لدى إيران الكبير للرد على هذه العملية، حيث حين قتل قاسم سليماني إيران أيضا لوحت وتحدثت بالانتقام من القتلة، ولكن شاهدنا أطلقت بضع صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق، ووقعت هذه الصواريخ في صحراء في ميدان القاعدة ولم تقتل حتى أمريكي واحد أو إسرائيلي واحد. ولكن كطبيعة النظام الإيراني والبروباغاندا اللي يستخدمها منذ أكثر من 40 عام يستخدمها هذا النظام، فهذا لابد أن يرضي ميليشياتها في المنطقة ومؤيدينا في المنطقة في الدول، وهكذا بضع ما تبقى من الرأي العام الإيراني المؤيد هذا النظام لابد أن يرضيهم بهذه الشعارات وهذه الهتافات، ولكن لا نرى أنه يستطيع يعمل شيء، وإن كان يستطيع لم تحدث هذه الأشياء في على أرض الواقع. لماذا قتل سليماني؟ لماذا قتل فخري زاده وقبل ذلك مجد الشهرياري وغيره؟ فكل هذه دلالات على ضعف وهشاشة النظام، وأن هناك أوراق هذا النظام قليلة جدا. تبقى ورقة واحدة وهي ورقة أممية، إيران بإمكانها تقدم شكوى إلى المحاكم الدولية حول الموضوع هذا، ولكن هل تفلح هذه الشكوى؟ هذا شأن حقوقي آخر. يعني رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الصهيوني أثناء إفادته الأسبوعية عن الإنجازات التي حققها خلال الأسبوع قال إن لديه إنجازات لا يمكن الإفصاح عنها، ما الذي يقصد بهذا التصريح؟ وهل قتل زاده ضمن هذه الإنجازات أم لا؟ بالطبع يعني ما قاله نتنياهو خلال الأيام الماضية حول هذه الإنجازات يقصد بها أن المخابرات الإسرائيلية مترسخة في دوائر الدولة الإيرانية بشتاها، بالجيش والمخابرات ووزارة الدفاع وهكذا بالحرس والأمكنة المتعددة والدوائر، فكل هذه تحصل على معلومات وتستطيع أن تؤثر على القرار السياسي الإيراني، على القرار الأمني، على الوضع الاقتصادي وعن كل هذا. وهذا ما ربما ما يتحدث عنه نتنياهو فيما يتعلق بالحرب المخابراتية بين إسرائيل وإيران خلال العقود الماضية، والتي كانت دائما كان الإسرائيليين لديهم اليد الطولة والمسيطرة في هذه الحرب قبالة الطرف الإيراني.
نتنياهو يعني هل يمتلك المقومات التي تمكنه من أن يعمل وحده دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية مثلا في عمليات كبيرة كتلك التي استهدفت العالم النووي محسن زادة؟ هذا السؤال اليوم يعني مطروح من قبل العديد في الدوائر التحقيقات الاستراتيجية سواء في الولايات المتحدة وأوروبا هكذا، والرد عليه يأتي يبدو أن هناك تناسق وتناغم بين الإدارة الأمريكية أو جزء من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب وإدارة نتنياهو في إسرائيل. فهناك في تناغم وتناسق بين الطرفين لتنفيذ هذه العملية، وكل الدلالات تشير أن هناك تأييد أمريكي لهذه العملية، وهناك أيضا تخوف أمريكي من جهات أخرى عدم زج إيران وزج أمريكا في هذه المرحلة تحديدا في معركة في المنطقة. يعني عودة لتهديدات علي خامنئي بالرد على كل من شارك أو سهل أو أجاز عملية اغتيال فخري زادة، ما هو تفسيركم لتحرك القطاعات البحرية العسكرية الأمريكية باتجاه الخليج العربي؟ وهل تتوقعون ضربة أمريكية مباشرة لإيران من قبل الولايات المتحدة قبل أن يسلم ترامب منصبه؟ لا أظن أن يحدث ذلك، ولكن الولايات المتحدة وجيشها ومخابراتها حاضرة في المنطقة منذ السنين، واستبدال هذه القطاعات في ظل استبدال إدارة ترامب وتحويل إدارة ترامب إلى بايدن خلال الشهر القادم الشهرين القادمين، فكل هذا دلالة أنه خلال هذه العملية إن حدثت وإن حدث شيئا فما في الإدارة الأمريكية، إيران لا تستغل هذه الفرصة وربما تزعزع أمن المنطقة أكثر مما هو مزعزع. فللرد على هذا الموضوع استقرت القوات الأمريكية في المنطقة، وكذلك القوات البريطانية مستقرة اليوم في المنطقة في السعودية، فكل هذا دلالة على ذلك أن هناك تنسيق في المنطقة لكبح جماح إيران خلال هذه الأشهر المتعددة. وفي هذه الإطار جاءت عملية اغتيال الفخري زادة كذلك لربما أن يضغطوا على إيران أكثر، أن هناك الرد جاهز إذا كانت إيران تريد أن تعمل شيئا في هذا، تستغل هذه الفرصة فرصة أي انتقال لحكومة ترامب بايدن. عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة، كنت معنا في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.